أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن اليأس والتشاؤم لا يبنيان الأمم، وأن من صور التوكل على الله التفاؤل في أصعب الظروف. وأشار فضيلته خلال خطبة صلاة الجمعة إلى أن التفاؤل وحسن الظن بالله يشرحان صدر المرء للعطاء والعمل في مواجهة الأزمات والجوائح، مع الأخذ بالأسباب التي تحافظ على الصحة العامة. إنه ينبغي علينا في ظل هذه الجائحة أن نتحلى بمزيد من التفاؤل والأمل في الله عز وجل، والأمل في غد أفضل. فالتفاؤل والأمل حياة، وهو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب، ويبعث في النفس العزيمة والقوة والصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات. كما أن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله تعالى تشرح صدر الإنسان للعمل والعطاء والجد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم، كما سمعتم يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن الواجب الشرعي والوطني يحتمان علينا جميعا التفاؤل والأخذ بالأسباب في مواجهة الأزمات والجوائح، حفاظا على أرواح الناس. وقد تكرر عليكم هذا القول مرارا، ومن ذلك تنفيذ التوجيهات والإرشادات الصحية والطبية التي تصدر عن فريق البحرين الوطني، والأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي دعا إليها وشدد عليها، ليحمي الإنسان بذلك نفسه وأسرته ووالديه ومجتمعه من هذا الوباء.